عايزين نهني وليد سليمان، عايز اقول له حمد لله على السلامه. طبعا النهارده كتير وقفشه حمد لله على السلامه وليد، حمد لله على السلامه قفشه. كهربا الف مبروك. مين تاني؟ لا طاهر احنا بقى كمان بدر. تحيه خاصه لسعد سمير. ظهر بشكل سمير رائع. سعد طبعا بقى له فتره طويله، بقى له فتره طويله قوي قوي. مبروك، الف الف مبروك عودتكم مره ثانيه. هو ده الاهلي ان شاء الله. احنا متفائلين، الطريق نحو العاشره يعني البدايه الحقيقيه. نبدا نقول يعني خلاص خلي يعني إن شاء الله. يعني خلي بالك اسهام الصعب اللي جاي، لان طبعا يعني فوز كبير، فوز مستحق للنادي الاهلي، لكن تواضع المنافس. لكن احنا خلينا نقول ان ان شاء الله يعني المشوار الحقيقي والبدايه الحقيقيه ان شاء الله في دوري المجموعات باذن الله.